أهلاً بكم في درس قسمة عدد عشري. دعونا نبدأ بالمسألة. إذا كان لي أن أقول كم مرة يمكن قسمة فاصلة 2.8 بالعدد العشري 23.828، وهذه قسمة طويلة. إذن هنا يمكن أن ترى أنها مسألة قسمة العدد العشري، هذه في الواقع تشبه المستوى الرابع من مسائل القسمة. عليك فقط معرفة أين يمكن وضع الفاصلة العشرية، إنما عليك القيام به دائما هو أخذ هذه الفاصلة ونقلها ما يلزم من المنازل لتحويل هذا الرقم إلى عدد صحيح. إذن في هذه الحالة علينا أن ننقلها منزلة واحدة منزلتين لوضع الفاصلة هنا. حسناً، إن فعلت ذلك مع هذا العدد يجب علي أن أفعل ذلك مع هذا العدد أيضاً، حيث نقلت الفاصلة منزلتين إلى اليمين، لذلك يجب أن أنقل هذه الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين. 1 2، الفاصلة تذهب هنا، وسأضع الفاصلة العشرية فوق على اليمين هنا بالضبط. الآن أستطيع التعامل مع هذه 28 كعدد صحيح، وإذا أردت ذلك اسمحوا لي أن أرى إذا كنت أستطيع. حسناً، أنا لن أمسح الفاصلة العشرية هنا، لأنك إذا كنت تفعل ذلك بقلم حبر ستواجه نفس المشكلة التي تحدث معي. نحن الآن نتعامل معها كمسألة قسمة من المستوى الرابع، لذلك نقول كم مرة يمكن قسمة 2 على 28؟ حسناً، لا يمكن، الاثنان أصغر من 28. كم مرة يمكن قسمة 23 على 28؟ مرة أخرى لا يزال الجواب 0 من المرات، لأن 23 أقل من 28. كم عدد المرات التي يمكن بها قسمة 238 على 28؟ لذلك دعونا نفكر في ذلك. 28 هي 30 تقريباً، و238 هي 240 تقريبا. إذن 240 تقسيم 30 يساوي 8، لأن 24 تقسيم 3 يساوي 8، لذلك سأقوم بتخمين أن 238 تقسيم 28 يساوي 8. عليك أن تجرب بعض الأعداد أحيانا. 8 ضرب 8 يساوي 64، 8 ضرب 2 يساوي 16، +6 يساوي 22، 14 ونحصل على 14. إذا تخميني صحيح، لأن بقية قسمة 238 على 28 هي أن الناتج القسمة ضرب 8 يساوي 14، وهو أقل من 28. إذا 8 كانت أكبر عدد من المرات يمكن قسمة 238 على 28 دون أن يكون الناتج أكبر. الآن سوف أضع العدد 2 مرة أخرى. يمكنك أن تعرف أن هذا مجرد مستوى رابع من القسمة، إذن هذه المسألة للقسمة من المستوى الرابع. حتى الآن أقول كم ناتج قسمة 142 على 28؟ حسناً، مرة أخرى 28 هي 30 تقريباً، ودعونا نرى 30 ضرب 4 يساوي 120. لذا نعم، سوف أخمن وأقول، دعنا نقول أن يمكن قسمة الناتج على 4 يمكن أن يكون خاطئا، لذا دعونا نرى ما إذا كان يعمل. اسمحوا لي أن أتخلص من هذه 6. 4 ضرب 8 يساوي 32، 4 ضرب 2 يساوي 8، +3 يساوي 11. الآن لدينا 2 ناقص 2 يساوي 0، 4 ناقص 1 يساوي 3،
هذا مثير للاهتمام. تبين أن ما تبقى لي هنا أكبر من 28. حتى أنا فعلا قد قسمت 142 على 28 مرة أخرى، لذلك اسمحوا لي أن أعود وأغير ذلك. انظروا، فإنه ليس أمرا آليا. إذا كنتم تشعرون أنكم غير متأكدين أحيانا، عليك فقط المحاولة بالأعداد وترى إذا ذلك ينجح، وإلا يمكنك رفع أو خفض العدد تبعا لذلك. لذلك اسمحوا لي أن أمحو تلك الأربعة. وسوف أحاول ألا أخطئ مرة ثانية. نمسح كل شيء هنا. ربما ينبغي أن أحاول بها على الجانب أولا قبل القيام بكل هذا، ولن أكون مضطرا إلى العودة ومحوه. وبعد ذلك اسمحوا لي أن أعود إلى ما كنت أقوم به. فعندما عدت إلى ذلك أربع مرات كان يزال ما يزال الباقي عددا كبيرا، لذا اسمحوا لي أن أحاول الخمسة هذه المرة. خمسة ضرب ثمانية يساوي 40. خمسة ضرب اثنان يساوي 10، زائد 4 يساوي 14. 142 ناقص 140 يساوي 2. 2 أقل من 28. هذه الخمسة صحيحة إذن. الآن أنزل الثمانية. 28 تقسيم 28 يساوي 1. 1 ضرب 28 يساوي 28. يتبقى صفر بعد الطرح، إذن انتهينا. إذن نقول هنا 2382.8 تقسيم 28 يساوي 85.1، أو يمكنك القول 23.828 تقسيم فاصلة 28 يساوي 85.1. وهذا الجواب هو الذي حصلنا عليه، وهذا منطقي. إنه لمن الجيد القيام دائما بتصحيح واقعي، لأنه إذا أخذت 85.1 وقمت بضربه بالعدد 0.28، فمن المنطقي أن أحصل على عدد قريب من 23. وفاصلة 28 تقريبا ثلث، إذن 23 هي تقريبا ثلث 85. حتى على الأقل تبقى أرقام تقريبية منطقية عندما كنت تحل مسائل الكسور العشرية. إذا كنت قد حصلت على 800 هنا بدلا من 85، سأكون مثلا حسنا 0.28 ضرب 800، لا أعرف إذا كان يعادل 23. لذلك إنه من الجيد دائما أن تقوم بمراجعة واقعية ومنطقية وتحصل على الأقل على نفس مقدار الناتج. دعونا نحل مسألة أخرى. دعونا نقوم بقسمة 3.3 مقسومة ب 43.23 أو 43.23 تقسيم 3.3. إذن أول شيء يمكن القيام به هو تحريك الفاصلة العشرية. علينا أن نقوم بتحريكها منزلة واحدة، وهنا منزلة واحدة كذلك، وأضع الفاصلة العشرية هنا بالضبط. والآن هنا المستوى الرابع من مسائل القسمة. 4 تقسيم 33 يساوي 0، و43 تقسيم 33 يساوي 1. هذا سهل، 1 ضرب 33 يساوي 33. أقوم بعملية الطرح. 43 ناقص 33 10، أنزل هذه الاثنان هنا فتصبح 102.
لدينا هنا بلمح البصر نستطيع أن نقول أن الناتج قريب من الثلاثة، لأن 3 ضرب 33 يساوي 99. إذن 3 ضرب 33 يساوي 99، 102 ناقص 99. حسنا، إنه سهل، الناتج 3. سنقوم بإنزال هذه 3، ف33 تقسيم 33 يساوي 1، 1 ضرب 33 يساوي 33، ناقص 33 يساوي 0. إذن 43.23 تقسيم 3.3 يساوي 13.1. أو إذا قمت بتحريك الفاصلة العشرية، وعندما تحرك الفاصلة العشرية إلى اليمين منزلة واحدة، سيكون كل ما تفعلونه هو ضرب المقسوم عليه والمقسوم بعشرة. إذن من الأفضل أن نقوم بضرب كل منهما بعشرة، وأيضا كتقسيم 432.3 على 33 فيكون الناتج 13.1. دعونا نحل مسألة أخرى، أعتقد لدي الوقت الكافي لأن الوقت محدد لهذا الدرس. إذا دعونا نقول 2.5 مقسومة ب 0.3350، كم يكون الناتج؟ مرة أخرى دعنا ننتقل بالفاصلة العشرية منزلة واحدة هنا، لذلك نحرك الفاصلة العشرية منزلة واحدة هنا أيضا، أضع الفاصلة العشرية هنا بالضبط. إذا كم ناتج قسمة 3 على 25؟ حسنا، 0. حتى يمكنك وضع 0 هنا للمتعة فقط إذا كنت تريد ذلك. كم ناتج 33 تقسيم 25؟ حسنا، تقريبا 1. 1 ضرب 25 يساوي 25. 33 ناقص 25 يساوي 8. انزل 5. ما ناتج 85 تقسيم 25؟ حسنا، نحن نعلم أن 25 ضرب 3 يساوي 75. إذا يمكن أن يقسم الناتج على 3. 3 ضرب 25 الناتج 75 كما نعلم. 85 ناقص 75 يساوي 10. أنزل 0. هنا قد أنزلت 5 من قبل، وهنا أنزل 0. 100 تقسيم 25 يساوي 4. إذن جواب 0.3350 تقسيم 2.5 هو 0.134. لذلك كما ترون الخطوة الوحيدة المختلفة بينما نقوم بعملية القسمة العشرية وهنا، وما نعمله في القسمة المستوى الرابع يمكن أن نقول، هو أنه علينا أن نتأكد أننا وضعنا الفاصلة العشرية في مكانها الصحيح. يمكنك إزاحة الفاصلة العشرية ما يكفي لكي تصبح رقما صحيحا، وعليك أن تحرك الفاصلة العشرية بنفس عدد الأرقام، وعندما تقوم بذلك تصبح هذه مجرد المستوى الرابع من القسمة. والحيلة في المستوى الرابع من القسمة هو أن تكون مستعدا دائما لتجرب الأعداد، وإذا لم يجد ذلك نفعا يمكنك أن تقوم بتعديلها بناء على ذلك. لا تشعر أنه ينبغي أن يكون هناك طريقة تمكنك من فرض سلطتك على هذه المسائل، يجب عليك أن تفعل بعض التجارب والأخطاء، وربما تستخدم الممحاة والقيام بعدد من الأعمال، لكن على أي حال أعتقد أن بإمكانك الآن القيام بحل بعض مسائل الأعداد العشرية. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم.